بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول، في قراءتنا السادسة بالرواق الجاوي، قال: ودونه من يحفظ وليس قادرا على الترجيح. تكلمنا على أن مجتهد الفتية وهو المتبحر في مذهب إمامه، يعني متبحر، يعني متبحر يعني صار كالبحر، هذا تشبيه له بالبحر بجامع الاتساع في كل، فالبحر واسع لأنه يشمل ماء، والمجتهد واسع لأنه يحفظ فروع إمامه وقادر على التخريج عليها، يعني هو ممتلئ بالعلم امتلاء شديد من مذهب الإمام، كما أن البحر ممتلئ بالماء، فبيقول عليه متبحر، يعني كأنه كالبحر في مذهب إمامي. المتمكن من ترجيح أحد قوليه على الآخر، بدأ اسمه إيه؟ متمكن، يعني قادر بواسطة الأدوات التي بين يديه على أن يرجح بعض الآراء على بعض وبعض الأقوال على بعض، بسبب أنه متبحر، مش حافظ بس، لا، ده حافظ وفاهم وعارف المدرك وعارف قواعد الإمام، ويستطيع أنه يرجح بعض الآراء وبعض الأقوال على بعض. ده اسمه إيه؟ ده اسمه مجتهد الفتي. زي مين كده؟ مثل من؟ مثل الإمام النووي. الإمام النووي كان مجتهد فتية، مش مجتهد مذهب ولا مجتهد مطلق ولا مجتهد مستقل، ولكن كان مجتهد فتية، يعني مجتهد تراجيح. ودونه، أي ودون مجتهد الفتية الذي عرفناه منذ قليل، من يحفظ، يعني يحفظ المذهب، وليس قادرا على الترجيح، ليست عنده الملكة التي من خلالها يستطيع أن يرجح قولا على قول وأن يقدم رأيا على رأي، ليست عنده هذا، لكن يحفظ المذهب. فقيل، يعني من يحفظ المذهب وليس قادرا على الترجيح وليس قادرا على التخريج، هل له أن يفتي، يشتغل يعني في منصب الإفتاء؟ قال: يجوز له الإفتاء. يجوز، لماذا؟ لأنه حافظ مذهبه، فاهم الآراء، لو جاءت له الحالة تسأله عن شيء يتصور هذه الحالة ثم يطبق عليها ما لديه من المعتمد في مذهبه، بس هو مش مفتي، هو قادر على التطبيق، يجوز له الإفتاء. ليه؟ قالوا: لأنه ناقل للحكم، شاف الواقعة ومعه الحكم الشرعي، يستطيع أن يقول بأن هذه الواقعة الحكم فيها كذا وكذا نظرا لما هو مصدور في مذهبه، لأنه ناقل. ناقل إيه؟ ناقل للمذهب، ناقل للرأي، وينبغي أن يقطع به، ينبغي بمعنى أنه يجب، لأن ينبغي تأتي بمعنى يجب وتأتي بمعنى يندب، لكنه لا يستعمل أحد هذين المعنيين إلا بدلالة السياق، لكنه ينبغي، يعني يجب أن يقطع، أن يجزم به، أي بالإفتاء في هذه الأزمان،
ايه هي الازمان دي؟ قالوا هذه الازمان التي ليس فيها لا مجتهد مطلق ولا مجتهد مذهب ولا مجتهد فتية. ومن مين اللي هيفتي الناس؟ هنسيب الناس كده بلا يعني من يعلمهم يعني امر دينهم، من يوضح لهم الوقائع اذا نزلت بهم نازلة ماذا يفعلون؟ هل يعني نقول بتعطل الشريعة؟ ما هو أنت لو لم تفتي سيؤدي القول إلى تعطيل الشريعة. يعني إيه تعطيل الشريعة؟ يعني ما حدش هيفعل حاجة، ولا حد هيقوم بالدور المنوط به، ولا أحد هيعبد الله سبحانه وتعالى. فلا بد حتى لا تتعطل الشريعة من أن يكون هناك من يفتي الناس. في عصرنا هناك ما يسمى بمجتهد الضرورة، مفتي الضرورة، ده كمان مش حافظ مذهب، لا ده مفتي ضرورة. ليه؟ لأنه لو لم يفتي سيكون الناس أمرهم هملة وتتعطل الشريعة، ولا يحصل تكليف ولا يرفع ظلم ولا أي شيء عن الخلق. وهذا أمر ضروري لضرورة التعايش بين الناس. فقال ينبغي أن يقطع به، أي بالإفتاء، في هذه الأزمان. أنهي أزمان يا مشايخ؟ نكتب جنبها كده الأزمان التي لا يوجد فيها مجتهد مستقل ولا مجتهد مطلق ولا مجتهد مذهب ولا مجتهد فتية. يعني الأربع أصناف من المجتهدين ليسوا موجودين. لا عندي مجتهد مستقل، ده مجتهد مستقل ده اللي هو ايه؟ اللي هو ده أصل الأصول ووضع القواعد واجتهد مباشرة من الكتاب والسنة. مجتهد المطلق مرحلة تحت المجتهد المستقل. المجتهد المستقل انقطع، مش موجود. كان شيخنا رضي الله عنه وأرضاه يقول لانتهاء القسمة العقلية. يعني ايه؟ لا دي عايزة شرح بقى مش في غاية المأمول، يعني حاجة كده. المرحلة الثانية مجتهد مطلق، عنده ملكة قادر على الاستنباط من الكتاب والسنة، غير أنه توصل إلى نفس الأدوات والقواعد التي توصل إليها المجتهد المستقل. مرحلة ثانية اسمه مجتهد المذهب. لا مجتهد المذهب ده قادر على التخريج والتفريع والاستنباط من كلام إمامه على قواعد إمامه. بعد ذلك يأتي مجتهد الفتية اللي هو متبحر وعميق وغرقان في المذهب، ويستطيع أن يرجح قولا على قول أو أن يرجح رأيا على رأي. عنده الأدلة، عنده أدوات الترجيح، قارئ عقلية وفكر صانعي المذهب، ويستطيع من خلالها أن يرجح على قواعد الإمام. طب التلاتة دول مش موجودين، نعمل إيه؟ في حد حافظ مذهب؟ طب هو ده اللي يفتي. وإنما أفتي للحاجة، إنما أفتى للحاجة. طب هنسيب الناس كده؟ قالوا لا، لمحل الضرورة. يا سلام، الضرورة اللي هي إيه؟ يعني شدة الحاجة، محتاجين لأن يكون هناك من يفتينا في مثل هذه الأشياء، وإلا تتعطل الشريعة. يعني مثلا واحد قال لزوجته أنت طالق بقلقلة القاف ثلاث مرات في ثلاث مجالس، ما فيش مجتهد بقى خالص، يعيش ولا ما يعيش معاها؟ طب هي تعيش مع غيره ولا ما تعيش معاه؟ متوقف على المفتي. طيب واحد سافر الى بلاد الغرب ياكل اللحم ولا ما ياكلش اللحم اللي هناك؟ محتاجين. طب ما كانش فيه مجتهد ده يتوقف العمل بالشرع. ده المجتهد ده هو الواسطه بين النص وبين يعني عامل الذي يطبق النص. لولا المجتهد ما كان هناك تطبيق للنص.
لأن العامي لا يفهم النصوص ولا يستنبطها. طب هي مش باللغة العربية؟ آه باللغة العربية، بس حضرتك ما عندكش أدوات الاستنباط. علمت شيئا وغابت عنك أشياء. أنت ما تعرفش لما يقال لك مثلا يعني أقيم الصلاة، هو للوجوب ولا للندب ولا للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب، ولا للإباحة لأن الأمر أيضا استعمل في الإباحة. طب وأقيم يعني إيه؟ ما أنت كمان ما تعرفش دلالات اللغة. أقيم يعني مثلا افعلها تامة الأركان والشروط والواجبات، ولا افعلها بتمامها وكمالها بمستحسناتها، ولا إيه؟ طب الصلاة دي معناها إيه؟ وما هو القدر الذي يحصل به الواجب والقدر اللي ما بيحصلش به الواجب؟ لا ده عايز رجل يعني بحر في العلم، مش أي حد. ولذلك ما ينفعش تقول إيه ده، هي الناس مش قادرة على أنها تقرأ الكتاب والسنة؟ آه قادرة على قراءة الكتاب والسنة، ولكن ليست هذه القراءة التي يستنبط منها الأحكام، ليست هذه القراءة التي تنتج تكليفا. أخذ بالك، مش دي يا مولانا اللي يقول لك هو الناس مش محتاجة لشيخ ما دام عارف يقرأ. أيوة صح، مش محتاجة لشيخ. لو أنت عايز تقرأ قراءة صحفية وقراءة ظاهرية، روح اقرأ الكتاب والسنة قراءة ظاهرية. ولكن هل قراءتك زي قراءة الشافعي؟ هل قراءتك كقراءة أبو حنيفة؟ هل قراءتك كقراءة الإمام مالك؟ هل قراءتك كقراءة المجتهدين؟ لا. الإمام الشافعي حتى يستنبط حجية الإجماع من الكتاب قرأ القرآن فوق 40 مرة، وقراءة تدبر، قراءة تأمل، قراءة فحص، وجابها في الآخر: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يمر عليها الناس ولا يدركون دقائق المعاني. فقراءتك قريه ماشي صح، بس مش هادي القرايه، عايزين قراءه استنباط. خد بالك، فدي المهمه، دي بقى اللي بينتجها لمين؟ المجتهد، لان المجتهد عنده أدوات يسير عليها. منها ما ينفعش إن هو يجتهد فيما أجمع عليه. مش تقول لي أصل نصوص الميراث نصوص ظنية. لا، ده أنت تبقى في عقلك محتاج إن هو يصاغ مرة ثانية، وإن إحنا ممكن نسوي بين المرأة والرجل في الميراث، وده اجتهاد. يا سلام يا سلام على الجمال ده، ايه ده؟ هو ده الاجتهاد؟ هو في مجتهد اصلا؟ ده اللي بيقول الكلام ده ناس اساتذه داخل جامعه الازهر. هو حجه يا اللي بتقول الكلام ده، هو في مجتهد؟ هو انت عندك ادوات الاجتهاد؟ هو انت قعدتي في الباديه 3 أعوام ثم بعد ذلك قراتي لغه العرب وصارت لك ملكه؟ هو انت عندك اصلا تذوق لغوي في القران يا حاجه؟ ما هي واحده هي اللي بتقول الكلام ده، كلام يعني كلام غريب. انت اولا مش مجتهد، واللي ضحك عليك وقال لك ان مجتهده واخد بالك يبقى ضلك وضل نفسه وشكله كده ما يعرفش يعني ايه مجتهد، فاكر ان كل ايه حمراء لحمه اي حاجه كده وخلاص يعني. لا، ده المجتهد ده 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 منظومة مؤسسة علمية موجودة في عقلية شخص واحد، حاجة من العجب بمكان، وهي ربانية. طيب، على كل حال يا أولاد، لا تسمعوا لهذه الدعاوي المبطلة المغرضة التي تريد أن تبعدنا عن قطعيات الشريعة الإسلامية. فنصوص الميراث في مثل هذا نصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، ولا يماري فيها إلا أحمق لا يفهم معنى القطعية ولا معنى الظنية.
ومش واخد باله أيضا إن المرأة لو سويت، لو استوت بالرجل في الميراث سيكون في ظلم للمرأة، لأن في بعض الأحوال المرأة بترث أكثر من الرجل. فافرض إن واحد مات وساب أمه وساب زوجته وترك 4 بنات وترك أخ لي، أو ترك 2 وأخ لي، زوجته هتاخد الدم وأمه هتاخد السدس والبنتين كل واحدة تاخد التلت، جميل، والباقي ياخدوا أخوه. لو عملت المسألة من 24 يبقى الزوجة هتاخد كام يا أولاد؟ الدم. كام الدم؟ 3 من 24 سهم. طيب والأم السدس 4 من 24 سهم، صح كده؟ والبنت التلت 8 من 24 سهم، والبنت التانية التلت من كام؟ 8 من 24. طب يبقى كم بقى؟ اهو 3 و4 7 و16 23. يبقى ياخد الاخ كام؟ 1 على 24. والبنت هتاخد كام؟ 8 على 24، شفت؟ والزوجة 3 على 24. لما تيجي تقول لي بقى نسويها بالولد بالذكر في الميراث، ده لو هو أراد كده، ده لو أراد تسوية المرأة بالميراث، لو هنسويها يبقى ظلمنا مين؟ ظلمنا الأنثى. لأنك لو هتعملها باعتبار الرؤوس هتقول إيه؟ أدي عندك زوجة وأم وبنتين، أدي 4 وأخ يبقوا كام؟ 5. 5 على 24 يعني الأخ بدل ما كان هياخد 4 هياخد 5 إلا. شفت أنت ظلمت البنت إزاي؟ إلا أن أنت بقى هو بيدعي أنه لو كانت أخت وأخ هيسوي ما بينهم. يا راجل ده ربنا ما سواش وهو أعلم بكم، ومعللش آيات المواريث وحصل فيها الإجماع. إيه بقى اللي هتعملوه؟ ويقول لك أصلها مسألة مجتهد فيها، وما دام مجتهد فيها يبقى أي حد يجتهد. لا يا حجة، مفيش مجتهد يا حجة يستطيع إن هو يجتهد يا حجة. ارجع يا حجة تاني واتقي الله وتوبي إلى الله. طيب شفتوا بقى المسألة جاية إزاي؟ لا تنخدعوا بالكلام البراق، لا تنخدعوا بالعبارات الاصطلاحية التي توضع في غير محلها، لا تنخدعوا بالدعاوى الباطلة أن هذا اجتهاد. لا، لا اجتهاد في مثل هذا، لأن هذه النصوص قطعية ثبوتا ودلالة. لحسن يقول لك أصل والله أصل، ويجيب بقى علل. طيب هات لنا بقى العلل ديت، واخد بالك، وقول لنا جايبها منين، من أنه سوبر ماركت العلل اللي انت قايل عليها دي. ما ستسمعوا في الفترة القادمة ديت دعاوى باطلة كثيرة، لأنه قد انفتح علينا باب عظيم من الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسد هذا الباب، وأن يرد كيد القائمين عليه في نحورهم إن شاء الله، وأن يرد كيد القائمين عليه. طيب خلاص. ودونه العمي. العمي اللي هو دون إيه؟ دون يعني من يحفظ مذهبه، إذا عرف حكم حادثة بدليل فليس له الفتيا. يعني العمي، وما أكثرهم في هذا الزمان. طب هقول لكم قصة أنا لسه طريقها في دار الإفتاء الآن.
جاءني ولد يسأل في الطلاق وفي ألفاظ قالها لزوجته، وكانت معه أمه أيضا، أبوه ألقى عليها طلاقا، الواد بيطلق وأبوه بيطلق، ما هو اكتسب هذا من أبيه، من شابه أباه فما ظلم. فسأل عن نفسه، وانتهينا من السؤال عن نفسه وحققنا على قواعد دار الإفتاء، وانتهت المسألة على هذا. فقال لي: هل أستطيع أن أقيس حالة والدي على حالتي أم لا؟ أهو، قلت له يعني هتعمل إيه؟ قال لي: يعني أنا هقول لو كانت حالته مشابهة لحالتي هقول له الحكم. قلت له: ما ينفعش. ليه؟ لأن الرمل بيقول، ودونه العمي، أنتم يعني يا أولاد ما تزعلوش، ده وصف حال محدش يزعل. ليه؟ لأن هي دي الحقيقة، أنتم عوام، أما أنا لا، أنا اللي قبليكم. ودونه من يحفظه، فودونه، بس طبعا خلي بالك ان ده درجات، ودونه دي درجات، في درجة عليا وفي درجة وهكذا. واما بقى بعد ودونه العمي اللي هو انتوا يا مشايخ، اذا عرف حكم حادثة بدليل، عرف حكم الحادثة وعرف دليلها وأتقن هذا، فليس له الفتية. طيب، لأنه إذا امتنع في حق المجتهد المقيد أن يفتيه، فلأن يمتنع في حق العمية أولى، وهم منعوا في حق المجتهد المقيد أن يفتي في مثل هذه الحالة مع أنه عالم الحكم ومطلع عليه ومتمكن منه، لكنهم منعوا في هذه الحال، فمن باب أولى أن يمنع العمي في مثل هذا. وقيل يجوز، يعني يجوز له أن يفتي في مثل هذه الحالة. ليه؟ قالوا لأنه عارف المسألة، مطلع على حكمها، مطلع على دليلها، فيجوز له أن يفتي. زي مسألة التأمينات العصرية اللي في حياتنا، انت فاهمها وبتكيفها على انها عقد تبرع، واخد بالك وعارف دليلها، فممكن ان انت تفتي فيها. فلما يجي لك حد يقول لك: ما حكم يعني عقود التأمين الحالية الان؟ تقول: والله لا، هي عقد تبرع ويجوز حينئذ، وتفضل بقى حضرتك يعني ايه تشتغل معاك في الكلام ده. وقيل: إن كان نقليا جاز، وإلا فلا يجوز. يعني وإن لم يكن نقليا فلا يجوز أن يكون مفتيا فيها. يعني إيه نقلي؟ يعني لو هي مسألة قديمة مبحوثة محققة منمقة سهلة افتي فيها، لكن لو مسألة حادثة وعصرية اوعى تفتي فيها، لأنها صعبة المنال. وقيل: إن كان نقليا جاز، يعني جاز الإفتاء فيها لأن الوصول إلى حكمها ليس فيه عناء، وإلا يعني وإن لم تكن نقلية بل كانت عصرية فإنه لا يجوز. وقيل: إن كان دليلها من الكتاب أو السنة جاز، يعني جاز للعمي الذي عرف هذه المسألة مع دليلها من الكتاب أن يفتي فيها، وإلا يعني وإن لم يكن دليلها من الكتاب والسنة ومن الأدلة المشهورة المنشورة المعروفة بين الناس، فلا يجوز أن يفتي فيها لدقة مسلكها وما تقرر من القطع بالجواز لمجتهد المذهب. يعني بيقولوا ايه؟ يجوز لمجتهد المذهب ان يفتي قطعا
وفرض الخلاف الأول في مجتهد الفتية هو المعتمد. قال في النسبة لمجتهد المذهب يجوز له أن يفتي كالمجتهد المطلق وكالمستقل، وبالنسبة لمجتهد الفتية فيه خلاف. وممن جرى عليه، وهذه الطريقة الراجحة كما كتبت على حاشية كتابي، وممن جرى عليه ابن السبكي في شرح المختصر، ابن السبكي جرى على هذه الطريقة، إن مجتهد المذهب يقطع بجواز إفتائه، وإن مجتهد الفتية فيه خلاف، هل يجوز له أن يفتي أو لا يجوز أو إلى آخره. الإمام ابن السبكي التاج شرح مختصر ابن الحاجب، سمى يا مشايخ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، وطبع في 4 مجلدات، لكنه في تحقيقه طول، لو صفي هيبقى 2 مجلدات. وطالعت نسخة قديمة مخطوطة عليها تحقيقات وتعليقات سيدي أحمد الدردير على رفع الحاجب، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. والزركشي، طبعا الزركشي ده إمام من الأئمة الكبار في الأصول، صاحب البحر المحيط، وصاحب تشنيف المسامع، وصاحب سلاسل الذهب، وسلاسل الذهب يظهر عبقرية الإمام الزركشي، لأنه أبان فيه أصل الخلاف في مسائل الأصول، تقترب فكرته من فكرة بداية المجتهد لابن رشد، فكرة قريبة جدا منه، لأنه دائما يظهر سبب الخلاف بين الأئمة. وإن اختار الآمدي فرضه في مجتهد المذهب، قال لا، كمان مجتهد المذهب فيه خلاف، هل يفتي أو لا يفتي، وده بعيد. وتبعه بعضهم، ولكن شو سبحان الله، ابن الحاجب ابن السبكي خالف هذا والزركشي، وإن الآمدي فرض الكلام في جواز إفتاء المجتهد أي مجتهد المذهب. طب دي خلصناها، شروط المستفتي. ومن شرط المستفتي، وقلنا من هنا للإيه؟ للتبعيض، يعني هذه بعض الشروط وليست كلها. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، بألا يكون مجتهدا مطلقا، بألا يكون مجتهد مطلق. ليه؟ قالوا لأن المجتهد يحرم عليه أن يقلد آخر. ومن شرط المستفتي، المستفتي اللي هو مين؟ اللي هو طالب الفتيا، أن يكون هذا المستفتي من أهل التقليد. وما صورة ذلك؟ قال بألا يكون مجتهدا، يبقى المقلد هو مين؟ هو غير المجتهد. يبقى عندي القسم هنا على هذا الثنائي، إما مقلد وإما مجتهد مطلق. فيقلد، الفاء هنا للتفريع، أي فيتفرع على ذلك، أن المستفتي يقلد المفتي في الفتيا، أي فيما أفتاه به، أي في الذي أفتاه به من المسائل، جمع مسألة، الاجتهادية يعني القابلة للاجتهاد، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقصد بالمسائل الاجتهادية هنا، يعني أراد أن يخرج بالاجتهادية
العقلية كالعقائد لأنه لا يقلد فيها. يبقى الاجتهادية أخرجت العقليات كالعقائد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإجماع السلف على عدم تكليف العوام في شيء من الأعصار بالاجتهاد. السلف مجمعون إجماعا حقيقيا على أن العوام وهم ما دون المجتهد المطلق ليسوا مكلفين بالاجتهاد. ما نقولوش أيها العمي سيبك من أكلك وشربك وعيشتك واذهب اطلب العلم حتى تصير مجتهد مطلق وتستطيع أنك أنت تتعبد إلى الله بما توصلت إليه من اجتهاد. يبقى لا هيبقى في أكل ولا في شرب ولا في مواصلات ولا في زراع ولا في ولا في ولا في، لأن المعايشة تتعطل. قال وإجماع السلف على عدم تكليف العوام. تكليف يعني إيه؟ يعني أن العوام ليسوا ملزمين ولا مطالبين بالاجتهاد في شيء من الأعصار ولتفويت معايشهم، يعني لأن الأمر أو لأن إلزامهم وتكليفهم بالاجتهاد يؤدي إلى فوات معايشهم وتضررهم بالاشتغال بأسبابهم. طب في ناس أصلا ما تقدرش، في ناس عقلها ثقيل وطبعها يعني ليس شفافا حتى تستطيع أن هي تصل إلى تحصيل أدوات الاجتهاد. هيعمل إيه ده؟ هنعدمه يعني؟ قال ولتفويت معايشهم وتضررهم بالاشتغال بأسبابه. ومن أجل ذلك حتى لا تفوت المعايش ويتضرر الناس بسبب الاشتغال بأسباب الاجتهاد، لم يجب على الناس أن يجتهدوا ولم يأمرهم ربنا سبحانه وتعالى بذلك. وليس للعالم أي المجتهد المطلق أن يقلد غيره ليعمل به، حرام عليه. إذا كان مجتهد مطلق لا يجوز له أن يقلد غيره من أجل أن يعمل أو من أجل أن يفتي، يعني لا يجوز له أن يقلد لا للعمل، هياخد منه الفتوى أو هياخد منه الرأي ويعمل به، أو هياخد منه الرأي ويفتي به، أو هياخد منه الرأي ويقضي به. يبقى لا يجوز للمجتهد المطلق مطلقا أن يقلد غيره لا لعمل ولا لإفتاء ولا لقضاء مطلقا في هذه الأحوال، حتى وإن ضاق الوقت وخاف الفوت. يعني إيه؟ يعني حتى لو المجتهد هيدخل المكتبة وهيجلس فترة سيفوت فيها وقت المسألة التي يحتاج لرأيها لأنها مسألة وقتية. يعني جه واحد سأل قال له يا مولانا المجتهد المطلق ابني الآن على الأجهزة، عارفين أجهزة التنفس، وليس أمامي إلا 10 دقائق حتى أخذ القرار، نرفع الأجهزة عنه ولا نبقي الأجهزة مثلا؟ يعني مثلا. فالمجتهد قال ده عشان المسألة دي أجتهد فيها وأبدي فيها رأي ده محتاجة يوم كامل، فأروح بقى أسأل المجتهد صاحبي اللي جنبي ده واخد بالك وأعرف منه الحكم وافتيك. لا يجوز. أمال يعمل إيه؟ يروح يسأل المجتهد آخر. وإنت ما تقلدش ليه؟ طب ده قال لك ده الوقت ضئيل وهتفوت القضية. لا يجوز مطلقا، النص قافل عليك. وإن ضاق الوقت، يعني ضاق وقت الواقعة، وخاف الفوت، يعني خاف فوت المسألة المجتهد فيها، لا بعد الاجتهاد اتفاقا
أي بعد اجتهاده محل اتفاق على أنه لا يجوز التقليد. يعني المجتهد هو اجتهد في المسألة وخرج فيها بحكم، لا يجوز له بالاتفاق بعد أن توصل لحكم ما أن يتركه وأن يأخذ برأي غيره فيه حتى وإن وافق رأيه، هذا بالاتفاق، لأنك معك المنتج تترك لي منتجك وتعتمد على منتج الآخرين، وأنت مأمور بالاجتهاد ومأمور بأن تعمل باجتهادك. ولا قبله على الراجح، يعني قبل أن يكون له رأي يعتقده ويعتمده على الراجح، يبقى قبل ما نجتهد الراجح أنه لا يجوز لي أن أقلده، وبعد حصول الاجتهاد أيضا لا يجوز لي أن أقلد اتفاقا. يبقى بعد ما أجتهد وأخرج رأي لا يجوز لي أن أقلد. طب وقبل ما أكون يعني قد توصلت إلى رأي فعلي قالوا فيه خلاف الراجح أنه لا يجوز لك أن تجتهد. قال لأنه، أي لأن المجتهد مأمور بالاعتبار، والاعتبار كما يقول أي بالاجتهاد، لقوله تعالى فاعتبروا، وهذا أمر، والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، والاعتبار معناه الاجتهاد في الواقع لتحصيل حكم بظن. فإنه، أي النص، شامل للعامي والمجتهد. فاعتبروا، الواو دي تشمل العامي وتشمل المجتهد، لكن الإجماع أخرج العامية من الخطاب فبقي المجتهد كما هو. فاعتبروا يا أولي الأبصار، والآية مطلقة، يعني اعتبروا مطلقا سواء حصل منكم اجتهاد أو لم يحصل منكم اجتهاد، يعني سواء حصل منكم إنتاج أو لم يحصل منكم إنتاج مطلقا. ترك العمل به، أي بهذا النص، في الحق العامي. لماذا؟ قالوا لعكسه عن اجتهاد، ده أنت لما تكلف العام بالاجتهاد ده تكليف بما لا يطاق، مش أستطيع يا مولانا إن هو يجتهد، أجتهد في إيه؟ قال لعجزه عن الاجتهاد فيبقى معمولا به في حق المجتهد. يبقى عند النص يدل على العامي ويدل على المجتهد، خرج العامي بدليل، باقي النص شاملا للمجتهد فقط. طب ايه اللي اخرج العامي؟ عدم القدرة، ده هو غير قادر على الاجتهاد. قال فلو جاز له الاستفتاء والتقليد، اللي هو مين يا مشايخ؟ المجتهد. فلو جاز له، اي للمجتهد، الاستفتاء يعني طلب الفتيا، والتقليد العمل بقول الاخر، لكان تاركا للاعتبار، لكان تاركا للاجتهاد الذي أمره الله سبحانه وتعالى به، وما يعني يؤدي إلى ترك ما أمر الله به يكون باطلا، وهو التقليد والاستفتاء، لكان تاركا للاعتبار المأمور به، والاعتبار واجب على المجتهد، وتركه لا يجوز، يعني وترك الواجب لا يجوز، لأنه يعني يقتضي تأثيم التارك ويلزمه تجديد الاجتهاد. خلاص قلنا أنه هو يعني لا يجوز له أن يقلد، هي حصلت الواقعة وأفتى فيها،
ثم حصلت مرة ثانية، هل له أن يذهب إلى المصادر التي نظر فيها قبل ذلك ويعيد اجتهاده مرة ثانية أم لا؟ قال: ويلزمه الاجتهاد إذا وقعت الحادثة مرة أخرى. أول مرة وقعت الحادثة فاجتهد وخرج فيها برأي، ثم وقعت مرة ثانية الحادثة، يجب عليه أيضا أن يذهب إلى مصادره وأن يبحث فيها وأن يطالعها حتى يتوصل فيها إلى رأي، اللي هو تجديد الاجتهاد. أو سئل عنها ما وقعتش لكنه سئل عنها، كان قبل كده وقعت وهو ذهب إلى مصادره فخرج فيها مثلا برأي أنها حرام وكتبها عنده وألف فيها كتاب، ثم بعد ذلك جاءه سائل يسأل عنها. قال له: طب استنى بقى أما أروح أجتهد فيها تاني، أما أروح أنظر في الأدلة وأبحث وأطلعها لك، لأن ده تجديد الاجتهاد إذا وقعت. ويلزمه تجديد الاجتهاد إذا وقعت الحادثة مرة أخرى أو سئل عنها، ولكن ده مش مطلق. قالوا: إن تجدد ما يوجب رجوعه. قال له: ده إن حصل يعني ما يوجب إنك أنت ممكن رأيك يتغير، ظهر لك شيء. قال: ده أصدق ممكن ما يبقاش حرام، ده في الأمر يحتاج إلى نظر آخر، الأمر يحتاج إلى إعادة نظر في الأدلة. فنظر فخرج منها بجديد. قالوا: إن تجدد، ده قيد في الموضوع، ما قد يوجب رجوعه، قيد في المسألتين، يعني إن حصل شيء يقتضي إن هو يرجع عما اجتهد فيه أولا، ظهر حديث جديد، ظهر نظرة جديدة، اختلف رؤيته لتكييفها الشرعي وهكذا. وإلا يعني وإن لم يظهر له ما يوجب الرجوع، إذا وقعت الحادثة مرة أخرى وسئل عنها ولم يتجدد له دليل فيها، يبقى وإلا يعني إن وقعت الحادثة مرة أخرى أو سئل عنها ولم يتجدد له دليل فيها، فوجهان: ما حصلش حاجة جديدة توجب رجوعه وتوجب تغير الاجتهاد، أصحهما نعم، فيها وجهان، أصح هذين الوجهين أنه يجب عليه أن يجتهد فيها مرة ثانية إن لم يكن ذاكرا للدليل الأول. قال له: يبقى وجب على حضرتك أن أنت تجتهد فيها إن لم تكن ذاكرا ولا حافظا لدليل الحكم في الاجتهاد الأول. طب إن كان حافظ للدليل وللطريقة وللتعليل وللتفريع، قال بس خلاص أنا مألف فيها أهو وكاتب فيها رسالة بأدلتها، طب بس خلاص الحمد لله مش محتاجين، اعتمد عليها وتوكل على الله. وإلا يعني وإن كان ذاكرا للدليل الأول فلا، يعني فلا يجب عليه أن يجدد اجتهاده قطعا. طيب مسألة سهلة كده، أي أما في حال نسيان الدليل فلا يجوز له الأخذ بما مضى، لأنه يكون آخذا بشيء من غير دليل يدل عليه. طب كلام لطيف، أنا كنت كاتبه على حاشية الكتاب. ويلزم وجوبا ليعمل أو يعتقد المستفتي، يلزم المستفتيان، يعني يجب على المستفتي سؤال المفتي عند حدوث مسألته إن عرف علمه، إن عرف المستفتي علم المفتي وعدالته، عارف إن المفتي ده عالم ورجل عدل
طب ازاي اعرف انه عدل؟ قال باخبار ثقة عارف، عارف بهذا المفتي، وعارف بانه عالم، وعارف بانه عدل، او باستفاضة، يعني شهرة بين الناس ان هذا الرجل من اهل العلم وانه يفتي الناس، او يراه منتصبا للفتوى، قاعد كده اهو والناس جاية بتسأل، تقطع الرقم وتقعد تنتظر وتخش تسأل وتمشي. فإن جهل علمه، أي فإن جهل المستفتي علم المفتي سأل عنه، سأل عنه شخص، الناس. أما الآن بصراحة اللي بيحصل في الناس حاجة غريبة، أي واحد ملتحي كده أهو، الناس العوام الغلبة يروحوا يسألوه، يا راجل هو ده العلم؟ حاجة غريبة، منطق غريب جدا. طب ما تسأل هذا الرجل عالم واخد بال حضرتك ولا مش عالم، هذا الرجل متقن ولا مش متقن، هذا الرجل صالح ولا مش صالح. قال أو عدالته فوجهان، فإن جهل علمه سأل الناس عنه، أو عدالته فوجهان أصحهما، يعني إن جهل الاثنين دول هيبقى في وجهين، يسأل ولا ما يسألش، أصحهما الاكتفاء بالعدالة الظاهرة، العدالة الظاهرة اللي هو تعتمد على أنه لم يظهر منه مفسق، بيروح يصلي لم نطلع على شيء فسق به، لأن العدالة الباطنة تعصر معرفتها على غير القضاء. العدالة الباطنة دي بتتعرف منين؟ بتتعرف من المخالطة، من المعايشة، ولا يقوم بها سوى القاضي، لأن القاضي بيعين ناس تراقب ذلك الشخص الذي يعني تختبر عدالته، ثم بعد ذلك يعطون للقاضي تقريرا مفصلا، ده احنا عايشناه، سكننا جنبه الحمد لله، لا بيضرب مراته، لا بيهنها، لا بيشتمها، يعني نراه يعمل بجد وإخلاص، لا يتراخى في عمله، لا يأكل حرق، ده عايشينه. فهذه صعبة جدا على غير القضاء، لأنك علشان خاطر توقف الفتوى على دراسة حالته يبقى مش هتعمل بفتوى في حياتك، وممكن ما تتمكنش من هذا. فيكتفى بالعدالة الظاهرة وهي الأصل في الناس، لأن العدالة الباطنة تعصر معرفتها على غير القضاء، فيعصر على العوام تكليفهم بها. طيب ليه؟ لأنها عايزة معايشة يا أولاد، وإنت مش هتستطيع أن أنت تعايش كل من تريد أن تسأله. ثم قال وإذا وجد، أي المستفتي، مفتيين فأكثر، دي مهمة جدا، إذا وجد المستفتي مفتيين فأكثر، 3 و4 و5، واعتقد أن أحدهم أعلم أو أورع، لم يجوز له تقليد غيره، يعني إذا وجد الأعلم لا يجوز له تقليد غير الأعلم، إذا وجد الأعلم والأورع لا يجوز له تقليد غير الأعلم والأورع، أي لا يجوز له تقليد غير الأعلم حيث وجده، والأورع حيث وجده، لأن أقوال المجتهدين كالأدلة، أقوال المجتهدين عاملة زي الأدلة في حق المقلد، فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب على المستفتي أن يأخذ بالراجح من المجتهدين. المسألة سهلة خالص، عارفين عاملة زي إيه؟ بسيط، عاملة زي الأدلة، المفتونة بالنسبة للعامي كالأدلة بالنسبة للمجتهد، فكما أن المجتهد لا يأخذ من الأدلة إلا أرجح الأدلة، فكذلك
العامي لا يأخذ الفتوى إلا من الأرجح، والأرجح هو الأعلم الأورع. وإحنا تكلمنا على الورع في الكلام على ترجيح الأدلة. لم يجز له تقليد غيره، فإن تعارض يعني تعارض العلم مع الورع، واحد أورع والتاني أعلم، واحد ورع زيادة والتاني علم زيادة، نعمل إيه؟ فالأعلم على الأصح. خلاص رجح الأعلم، خذ بالأعلم واترك الأورع، لأن العلم ده أنت ستستفيد منه، وأما الورع سيستفيد صاحبه منه، ورعه لنفسه وعلمه ليك. قال: ولو اختلف عليه جواب مفتيين، يعني ذهب وسأل المفتي الفلاني الذي هو مؤهل للفتوى فقال له بحكم، وذهب إلى مفتي آخر وهو أيضا مؤهل للفتوى فقال له حكم، بأيهما يعمل؟ ولو اختلف عليه جواب مفتيين أخذ بقول من شاء منهما. من شاء منهما، وهيكون على هذا موافق للحق، فلو أخذ بقول هذا لا إثم عليه، ولو أخذ بقول هذا لا إثم عليه، لأن الناس في الآن بتتلخبط ويعتقدون أن اختلاف الجواب من المفتي وتعارض أجوبة المفتيين مضر بالدين. ده بالعكس، ده يفتح بابا من أبواب التيسير، بابا من أبواب التوسعة، بابا من أبواب وهكذا. طب يختار على أي قاعدة؟ قال: على قاعدة التشهي، خذ بأي رأي أنت عايزه بلا قيد أو ضابط، حتى ولو كان بالتشهي، كالقصر في حق العاصي، فهو عند الشافعي لا يجوز للعاصي أن يقصر في صلاته، وعند أبي حنيفة ده واجب. فأنت عايز تاخد برأي أبو حنيفة مرحبا، عايز تاخد برأي الشافعي مرحبا، وهكذا. يبقى ولو اختلف عليه جواب مفتيين أخذ بقول من شاء منهما، ده مع معرفة حالهم بأنهم يعني متساوين في الورع أو أحدهما أزيد إلى آخره. فلو جهل حالهما، يعني أنه جهل حال الأورع والأعلم منهما، مع أنه عارف أن كل واحد منهم مؤهل للإفتاء، فالأصح عند الجمهور أنه يتخير، كما إذا تعارضت عنده الأدلة في حق المجتهد فإنه يأخذ بقول من شاء منهما. وإذا استفتى وأجيب، استفتى يعني طلب الفتوى وأجيب، فحدثت له تلك الحادثة، زي ما بيقولنا في الدار وهو قايل لمراته أنت طالق بالهمزة، فبنقول له والله أنت طالق بالهمزة، ده يعني المخرج على قواعد الإمام الشافعي أنه كناية، والكناية تحتاج إلى نية، وهو يقول لك أنا ما كنتش ناوي وأنا بقول هذا اللفظ، فبنقول له والله لم يقع. فراح قال لمراته مرة تانية أنت طالق بالهمزة، هل يروح بقى الدار ولا ما يروحش؟ هيجاوبه الشيخ الرملي. قال: فإذا استفتي وأجيب فحدثت له تلك الحادثة، فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع، الجواب يعني الحكم الذي أفتي به قبل ذلك،
أفتي به والمفتي قال له السند من القرآن أو قال له السند من السنة أو قال لا ده المسألة دي يا ابني مجمع عليها أو قال له لا ده رأي سيدنا الإمام الشافعي كما في انت طالب كفى ذلك أي فإنه في هذه الحالة لا يتغير الحكم يبقى ينفع أن المستفتي ينتفع بما أخذه قبل ذلك وإذا استفتي وأجيب فحدثت له تلك الحادثة فإن عرف أي المستفتي استناد الجواب يعني دليل الحكم قبل ذلك إلى نص يعني من كتاب أو سنة أو إجماع أو أنه مستند إلى تقليد إمام من الأئمة السابقين الذين قضوا نحبهم كفى ذلك يعني كفى ذلك لأنه لن يتغير نص من كتاب أو سنة ثم إجماع ثم بعد ذلك قول إمام من الأئمة الذين يعني انقضى زمانهم فإنه في هذه الحياة لا يتغير الحكم والاجتهاد لعدم ما يقتضي التغيير لأنه النص خلاص حاكم الإجماع حاكم الميت مش هيصحى من موته ويجتهد مرة تاني فجوابه يختلف ما خلاص يعني مظنة اختلاف الجواب ممتنعة أو إلى رأي أو علم أنه مستند إلى رأي أو قياس يعني إلى دليل ظني أو إلى قياس والقياس من شأن القائس أنه قد يراجع نفسه وقد يجد ما هو أولى من هذا القياس أو شك هل هو مستند إلى يعني دليل قطعي أو لا والمقلد حي يعني المقلد الذي أفتاه وأجابه على قيد الحياة لزمه أي وجب عليه السؤال على الأصح لاحتمال تغير الاجتهاد قالوا طب هو يسأل ليه تاني يعني في الحالة بتاعت الأخ ده اللي سأل لازم تجيلنا تاني لاحتمال ان احنا نكون غيرنا اجتهادنا احتمال ان احنا نكون غيرنا مسلكنا وده حاصل لاحتمال تغير الاجتهاد فيلزم الاحتياط حينئذ ومقابل الأصح أنه يكفي ذلك لأن الأصل عدم التغير لأن الأصل احنا بنقول له على الأصح الأصح بيقول له لا اذهب واسأل مرة تانية لأن في احتمال أن يتغير الاجتهاد فتكون حضرتك لو ما سألتش وعملت بالقول الأول عملت بقول مرجوع عنه والعمل بالقول المرجوع عنه كالعمل بحكم لا دليل عليه ومقابل الأصح بيقول له لا يكفي من سأل أول مرة وقعت له هذه الواقعة في المرة الثانية يكتفي بما أخذه في المرة الأولى قال له طب مش في احتمال أنه هو يكون يعني الاجتهاد يتغير قال له بس الأصل عدم تغير الاجتهاد وإن لم يكثر وقوعها والمقلد حي لزمه السؤال على الأصح إن لم يكثر وقوعها وإلا فلا يبقى له يجب عليه أن يسأل حيث لم يكثر الوقوع مش متكررة طب لو متكررة قال له لا وإن لم يلزمه السؤال يبقى لا يلزم يبقى فلا أي فلا يجب عليه أن يسأل طيب كما يكفي ذلك في الإخبار لأن وإلا فلا يعني فلا يلزمه طيب وإلا فلا يلزمه ولو لم تطمئن نفسه بجواب المفتي استحب له أن استحب له سؤال غيره راح وسأل ونفسه لم تطمئن لجواب المفتي قال لا أنا شاكك مش مرتاح اذهب لغيره واسأل
وما تتعبش نفسك. بس ينبغي أن يكون ذلك حيث لم يؤدي إلى وسوسة، لأن احنا ابتلينا الآن بوسوسة. يعني في واحد ممكن يجي لنا في الشهر 15 مرة في نفس المسألة، والموسوس ده حاجة غريبة، مريض مسكين، حتى تأخذ منه السؤال ممكن تقعد معه ساعة، وحتى تصرفه تقعد معه ساعة تانية، ويخش ويطلع ويخش ويطلع ويخش ويطلع وهكذا، ويرجع لك تاني ويعيد نفس السؤال ويقول لك طب اكتبهولي، طب قولهولي، طب سجلهولي، طب لا ده انت عايز بقى دكتور بقى يعالجك من الوسوسة والمرض اللي انت فيه ده. قال حصل ده، أنا كنت بمشيه بأعجوبة، يطلع لغاية آخر الدار ويرجع لي تاني، خلص معاه يطلع ويرجع لي، يطلع ويرجع لي، حاجة يعني صعب. قال ولو لم تطمئن نفسه بجواب المفتي استحب له سؤال غيره تطمينا لنفسه للاستيثاق، كما كان يفعل ذلك بعض الصحابة، ولا يجب، يعني ولا يجب عليه أن يسأل مرة ثانية، أنت مش سألت مرة واحدة خلاص. لكن لو كان السؤال هيؤدي إلى وسوسة لا ما تسألش لمرة واحدة بس. ويكفي المستفتي بعث رقعة، رقعة يعني جواب مكتوب في السؤال، زي ما بنتنا عملت من شوية أو ابننا، أو رسول ثقة، أرسل أخونا خيري مكاني يسأل عن حكم الواقع. ويكفيه ترجمان واحد، يعني يكفيه مترجم واحد بيجي لنا الأسئلة من برة مصر وبيكلموا باللغة الإنجليزية، فبنستدعي مترجم، يكفي مترجم واحد، لأن ده من قبيل الإخبار، ده هو بيخبرني عن أن هذه اللغة معناها في لغة أخرى كذا وكذا، ده من باب الإخبار. مش شهادة يعني. قال ويكفيه ترجمان واحد إذا لم يعرف لغته. ماشي، كل الحاجات دي مارسناها. وله اعتماد خط المفتي إذا أخبره به من يقبل خبره، يعني هو بعت لي جواب وأنا رحت كاتب له السؤال، هو بعت لي السؤال وأنا رحت كاتب له الجواب وما كتبتش اسمي تحتيه، لكن هو بما أرى عرف إن ده خط يكفي، قال له خلي بالك ده الجواب بعته لك الفلان الفلاني. قال وله اعتماد خط المفتي لحصول الظن بأن هذا خط المفتي وهو الذي أجاب به، إذا أخبره به يعني بأن هذا خط المفتي من يقبل خبره، أو كان يعرف خطه قال له خلي بالك ده خط سيد شلتون وده الجواب بتاعك وهذا جوابك، أو قال له لا أنا عارف خط ووصلني الجواب ومكتوب فيه، وصلني الجواب ومكتوب فيه الحكم ومكتوب فيه الدليل وخلصنا، وانا عارف ان ده خط فلان الفلاني، فيعتمد بدون ان يبحث عن شيء اخر. او كان يعرف خطه ولا يشك فيه، يغلب على ظنه ان ده خط المفتي الفلاني الفلاني فيجوز له ان يعمل بهذا لأنه غلب على ظنه، وإذا أفتاه المفتي ثم رجع لأنه كان مجتهد، فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يكن له العمل به، يعني خد الفتوى مكتوب ولسه ما طبقش، ده أنا بقول لك في الحاجات العصرية، وهو ماشي في الطريق احنا بناخد تليفون، اختلف او تغير اجتهادنا
فاتصلنا عليه قلنا له أيها المستفتي، الرأي اللي انت خدته ده تغير فيه الاجتهاد، لم يكن له أن يعمل بهذا الرأي. وده بيحصل، مسألة يجتهد فيها يطلع فيها الحكم الشرعي، تأخذه الجهة أو الشخص، ثم بعد ذلك يتصل على ذلك الشخص قبل أن يعمل ويقال له لقد غيرنا اجتهادنا في هذه المسألة مثلا. يعني ليه؟ والله لأنه بيعمل بقول المفتي، والقول اللي هو خده إذا رجع عنه المفتي لم يصل قولا للمفتي، هو بيعمل برأيه صح؟ ولما خد رأيي وقلت له أنا رجعت عنه صار ذلك الرأي ليس رأيي لأنني قد رجعت عنه. فلو نكح امرأة بفتوى، لما راح له وسأله قال والله تنكح هذه المرأة من غير ولي، اجتهد فلقى أن الولي غير شرط أو غير ركن، فأفتاه بأن النكاح بغير ولي صحيح ولا شيء فيه، أو استمر على نكاح بفتوى، راح سأله قال والله أنا نكحت هذه المرأة وقلت لها أنت طالق ثلاثة، قال له ما يقعش ونكاحك ما كانش في نية خلاص، واذهب إلى هذه الزوجة وهذا الطلاق لم يقع لأنك كنت شديد الغضب مثلا، واجتهد فيها. أو استمر على نكاح بفتوى ثم رجع، ثم قلت له لا أنا لما نظرت في الأدلة مرة ثانية وجدت إني الولي شرط وركن من أركان عقد النكاح، فرجعت عن فتواي ورجعت عن اجتهادي ورأيت لا إن حالة الغضب ديت هي حالة غضب يعني ليست هي التي تذهب الإدراك بيعني جوانبه الأربعة، الزمان والأحوال والأشخاص والأمكنة والأسباب إلى آخره، لزمه مفارقتها بعد ما اتجوز وجاب عيال لزمه مفارقتها. يعني هو أنت يعني تفتح لي البيت باجتهادك وتقفل لي البيت باجتهادك الناس بيقولوا لنا كده بصدق يعني. قال لزمه مفارقتها كما لو تغير اجتهاد مقلده عن القبلة، فإنه يلزمه تغير ذلك تبعا لمقلده. يعني أنا ما كنتش أعرف القبلة وما أعرفش حاجة ولقيت شخص بيصلي فرحت مصلي وراء قبلته، هو بيصلي القبلة هنا كده، فأنا صليت وراء خلف قبلته لقيته اجتهد وراح غير شوية لجهة اليمين أقلده، غير بعد كده لجهة أقصى اليمين أقلده، أمشي مع وراء حيثما دار. فإذا غير الشخص جهة القبلة غير كذلك المقلد جهة القبلة. فكذلك لو قال له خلي بالك النكاح من غير ولي باطل، بس خلاص نكاحك باطل حتى لو عملت بما يعني أخذت من جواب إيه؟ ما احنا قلنا هو فلو نكح امرأة بفتوى ثم استمر على نكاح بفتوى ثم رجع المفتي لزمه مفارقتها. وهنا بيقول لك اهو فلو نكح، ده تفريع عليها، بيقول له اهو فان علم المستفتي برجوعه ولم يكن عامل بالاول، فهو علم برجوعه ايه وهو بيقول لك اهو ان عمل به قبل رجوعه فإن كان مخالفا للدليل
دي دليل قاطع. ما هنا ولم يكن عمل بالأول ولم يكن له العمل. أنت عايز تقول إيه؟ أو بيقول لك صورتها إذا أفتاه المفتي ثم رجع ماشي، فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالاجتهاد الأول لم يكن له العمل. ما هو ده متوقف على إن هو لم يكن عمل، قال يبقى خلاص ما تعملش. طب لو عمل، طب لو عمل يعمل إيه؟ قال يبقى أنت لو كان مستمر يبقى تنقضه. يبقى فهمت هنا؟ لو لم يكن عمل يبقى ما تتلبسي. افرض ان هو راح وافتاه قال له انا معي هذه المرأة واريد ان اتزوجها، ولكن هذه المرأة ليس لها ولي، فهل لي ان اتزوجها بغير ولي؟ المجتهد اجتهد وتوصل الى ان الولي ليس ركنا ولا شرطا في عقد النكاح. جميل. فأفته وقال له يجوز، وخد التليفون بتاع المستفتي، دخل المكتبة واجتهد في المسألة وخرج له إن الولي ركن. فاتصل عليه لقى لسه ما عملش ما عقدش، قال له أنا رجعت عن اجتهادي، هل بقى للمستفتي أن يعمل بالاجتهاد الأول أو لا؟ لا. ولذلك قال ولم يكن عمل بما اتجوزهاش. طب افرض ان هو عمل ولكن هو يعني العمل الذي عمله مستمر، قال يحصل في الحالة اللي زي ديت ان هو يلزمه مفارقتها. طب لو كان استفتاء في امر مستمر ونكاحه مستمر، قال له بس لأن خلي بالك هو بيتكلم على ان النكاح ايضا مستمر في المستقبل، فيقول له لا اقف عن هذا النكاح وفارق الزوجة اللي معاك ديت. طب افرض ان هو عامل بقى ده حاجة بقى يعني عملت وانتهت، راح سأله قال له هو الفاتحة ركن في الصلاة؟ قال له لا. قال له طب الحمد لله الله اكبر، وقام صلى المغرب وسلم، وبعد ما سلم المفتي أعاد اجتهاده فتغير رأيه وقال بأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. طب الصلاة اللي هو صلاها لا انقضت. طب افرض ان هو لسه ما صلاش والمجتهد تغير اجتهاده، يبقى لا يجوز له أن يأخذ بذلك الرأي الذي يقول بأن الفاتحة ليست بركن. طب افرض ان هو في عمل مستمر، ما هو اللي عايز يقوله له هنا فلو نكح بفتواه امرأة أو استمر على نكاح بفتواه ثم رجع، إيه الحكم؟ قال ده مدام رجع والنكاح مستمر وهو نكح امرأة واستمر النكاح خلاص وهو رجع، يبقى لابد أن يلزمه مفارقتها. طب افرض إن هو عمل به قبل رجوعه، عمل به يعني أنا رحت قلت الله أكبر وأخذت بذلك الرأي والاجتهاد الذي يقول بأن الفاتحة ليست ركن وما قرأتهاش في الصلاة، فصلاتي كده صحيحة. فإن كان مخالفا لدليل قاطع لزم المستفتي نقض عمله. نقضه يعني إيه؟ يعني إزالة العمل الماضي. فإن كان مخالفا لدليل قاطع، ده خالف لدليل قاطع الدلالة وثابت، لا صلاة بغير فاتحة الكتاب مثلا يعني، لزم المستفتي نقض عمله. ينقض عمله يعني ايه؟
يعني يزيله من أصله، وعلى هذا يعيد. وإن كان في محل الاجتهاد فلا، وإن كان إنه ليس مخالفا لدليل قاطع بل هو مخالف لدليل ظني، كالمسائل الفقهية التي نعمل بها في مذهب وتكون في بعض المذاهب غير ثابتة مثل الفاتحة وقراءتها، وإن كان في محل الاجتهاد فلا، أي فلا ينقض الاجتهاد، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لكن لو اجتهاد خالف نصا قاطعا ودليلا قاطعا يبقى لابد على المستفتي أن ينقض عمله. فإن كان المفتي مقلدا لإمام فنص إمامه، طب افرض أنه هو مش مجتهد مطلق، ده مجتهد مذهب، يبقى ما تحققش فيه انه مخالف لنص قاطع. لا، ما هو النص القاطع ده في شأن المجتهد المطلق، واما المجتهد المذهب فالمعتبر في شأنه نص إمامه، فنص إمامه قائم مقام نص الكتاب او نص السنة. فإن كان المفتي مقلدا لإمام فنص إمامه، يعني خالف نص إمامه، حيث قلنا لا يجوز له الانتقال بين المذاهب. طيب جميل. وإن كان اجتهاديا في حقه، يعني نص إمامه في محل الاجتهاد، يبقى إن كان نص إمام قطعي يبقى إذا خالفه لزمه النقد. طب وإذا كان نص الإمام ظني يبقى لا يلزمه النقد. وإن كان اجتهاديا في حقه كالدليل القاطع، يعني لمخالفته نص إمامه الذي هو في حقه لالتزامه تقليده كالدليل في حق المجتهد، يبقى فإن كان المفتي مقلدا لإمام فنص إمامه، وإن كان اجتهاديا في حقه وإن كان لا، دي دقيقة جدا، بيقول لك حتى ولو كان النص للإمام اجتهادي في حق الإمام، لكن هو في حق المقلد ايه؟ في حق المقلد نص، يبقى يعتبر في هذا انه قد خالف نصا قطعيا. وان كان النص ده اللي هو عند المقلد نص كان عند الامام مسألة اجتهادية، احنا بنتكلم على مستويات من الائمة، في امام مجتهد مطلق، المجتهد المطلق ده إما أن يكون اجتهاده مخالفا للدليل القطعي، فإن خالف الدليل القطعي ورجع الإمام عن ذلك وعلم المستفتي لزم المستفتي أن ينقض هذا. جميل جميل. طب لو كان المجتهد الذي يفتي مجتهد مذهب ومقلد لإمام، فما هو المعتبر في المخالفة التي تنقض الاجتهاد؟ قالوا المعتبر في المخالفة التي تنقض الاجتهاد أن يخالف ذلك المجتهد المذهبي نص إمامه، وإن كان نص إمامه ده اللي هو في حق نص في حق ذلك الإمام مسألة اجتهادية. فهمنا؟ واضحة والله، أوضح من الوضعات. وإن لم يعلم المستفتي برجوعه فكأنه لم يرجع في حقه، خد الفتوى وسافر على كوالالمبور، والمكان المخول بالإفتاء راجع عن الفتوى،
كأنه لم يرجع، يبقى الملا هيكلف بما لا يعلم. المستفتي لا يعلم رجوع المفتي، خلاص اعمل، ظل تعمل بما يقال لك إلى أن تلقى الله. ويلزم المفتي إعلامه برجوعه قبل العمل. يعني افرض أن المفتي اجتهد في المسألة وخرج له رأي ولم يعمل المستفتي بها، يتصل عليه على المحمول أو يكتب له رسالة على الواتساب: لقد رجعت أيها المستفتي عن هذه الفتوى وأنا أخبرك بها، والحكم الفلاني كذا وكذا وكذا. بعده إن وجب النقد، يعني وكذلك يجب على المفتي أن يعلم المستفتي حيث كان النقد واجبا بأن خالف دليلا قاطعا أو خالف نص إمام قاله الإمام النووي في الأقضية. وإن عمل بفتوى في إتلاف، قال له ما حكم المشروب الفلاني، البيبسي مثلا على سبيل المثال، مثلا يعني أما نشرب أهو شوية عشان ما حدش يقول لك حرام وهتوه، بلك يا مولانا. وإذا عمل بفتوى في إتلاف، قال له البيبسي ده حرام مثلا يعني، فخد المستفتي البيبسي وكان جايب بألف رنجة بيبسي عشان المشايخ، وراح أهرقه في الحمام، ثم بان خطأه، أي بان خطأ المجتهد. المجتهد يتحمل حق البيبسي الألف رنجة ولا لا؟ ثم بان خطأه فلا ضمان عليه، أي على المجتهد، حتى ولو المجتهد بان أنه قد أخطأ مطلقا في كل الأحوال. ليه؟ قال لأنه غير مقصر، لأنه اجتهد ونظر في الأدلة واستقصى وبذل كل جهده ولم يقصر. وقيل يضمن إن خالف قاطعا، قال تعالى لو كنت مخالف لنص قاطع حينئذ تضمن لأنك مقصر، لأن النص القاطع من شأنه أن يهتدي إليه كل مجتهد. وإن لم تكن مخالفا لنص قاطع بل خالفت نصا ظنيا، يجوز أن يمر على أمثالك، فلست يعني تنسب في ذلك إلى تقصير أو تعد. حكم الانتقال بين المذاهب. وإذا دونت المذاهب، جمع مذهب وهو يعني ما يعتقده الشخص، وإذا دونت المذاهب يعني كتبت في الكتب خلاص، وانتقل المقلد من مذهب إلى مذهب جاز، يعني أنا كنت حنفي وبقيت شافعي، كنت شافعي وبقيت إيه؟ وبقيت حنفي. وإذا دونت المذاهب يعني كتبت في مصادرها، وانتقل المقلد من مذهب إلى مذهب جاز، يعني يجوز أن ينتقل من مذهب بكماله إلى مذهب آخر بكماله، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يوجهوا العوام إلى شخص بعين. يعني مثلا لما كانوا بيجوا يسألوا حد يقولوا لا التزم مثلا فتوى أبو بكر، التزم فتوى عمر، لا، ده قالوا له روح لفلان وروح لفلان وروح لعلان، وعددوا المذاهب وعددوا المجتهدين. يبقى ده يدل على إيه؟ على أنه لا يجب على الناس التزام مذهب بعينه. ولو قلد مجتهدا في مسائل أخرى جاز، أنا شافعي ولكن سأخرج من شافعيتي وأعمل برأي أبي حنيفة في هذه المسألة، يجوز. إيه المشكلة؟ يبقى يجوز الانتقال من مذهب بكماله إلى مذهب بكماله، ويجوز الانتقال من بعض المسائل
من مذهب معين إلى مذهب آخر، لكن لا يتتبع الرخص. يعني مش مثلا حضرتك كل مذهب تبحث فيه عن السهل اليسير وتعمل به، لأن هذا يؤدي إلى الخروج من ربقة الدين. كل حاجة أما أشوف المسألة ديت وفي حد قال فيها بالحل أعمل بيه، والمسألة دي في حد قال فيها بالحل أعمل بيه، والمسألة دي أعمل وهكذا، يبقى أنت بقى كله كده تفلتت من الشريعة. رأي المرجوح والضعيف لا يعمل به حيث لا حاجة إليه، لا يجوز في المذاهب، ولكن لا يتتبع الرخص. وممن حكى الإجماع على حرمة تتبع الرخص ابن عبد البر، فقال لا يجوز للعامي اتباع الرخص إجماعا. وحكى التاج السبكي في جمع الجوامع عن أبي إسحاق المروزي قولا بجواز تتبع الرخص. قال الزركشي وهو ممنوع، فقد رأيت في فتاوى الحناطي من أصحابنا الشافعية رضي الله عنه وعن بقية أصحاب المذاهب والأئمة المتبعين، من تتبع الرخص، فقد رأيت في فتاوى الحناطي من تتبع الرخص قال أبو إسحاق المروزي يفسق. قال أبو ابن أبي هريرة لا يفسق، يعني فيها رأيين، وهتلاقي الكلام ده في البحر المحيط. وإذا استفتي فأفتاه مفت لزمه الأخذ بقوله، إن لم يكن هناك مفت آخر. يبقى متى يجب العمل بقول المفتي؟ إذا لم يكن هناك مفت غيره. رقم 2، إذا تضيق الوقت في مفتي آخر أروح أسأله، ممكن أنه يقول رأي يخالف ذلك الرأي ويجوز لي أن أعمل به. وإذا استفتي فأفتاه مفت لزمه الأخذ بقوله، يعني وجب عليه الأخذ بقوله إن لم يكن هناك مفت آخر. كان الجلال المحلي القليوبي على الجلال المحلي في أول كنز الراغبين ذكر 7 شروط لوجوب الإفتاء في مثل هذه الحالة، أظن يعني 7 شروط. هنا ذكر شرط واحد، وهو شرط ألا يكون هناك مفت غيره. وهناك شروط أخرى، منها أن يتضيق الوقت، يعني أنا سألت المفتي ولم يبقى على وقت ذلك التكليف إلا قدر إيقاع الفعل في ذلك الزمان، خلاص إذا تضيق الوقت وجب عليك العمل بما أفتيت به. فإن كان هناك مفتيان تخير بينهما كما سبق، إذ له سؤال غيره، يعني إذ لي أن أسأل غير ذلك المفتي الذي سألته أولا. وشرط تقليد مذهب الخير ألا يكون موقعا في أمر يجتمع على إبطاله الإمام الذي على مذهبه. هو هنا بيتكلم على حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب. يعني أنا شافعي، لا يجوز لي أن أنتقل إلى مذهب آخر تجتمع المذهب الذي أنا عليه والمذهب الذي سأذهب إليه، يجتمع هذان الإمامان على بطلان ذلك الفعل. طيب، ولذلك شرطه بشرط، قال وشرط تقليد مذهب الغير، أنا هقلد بقى مذهب غيري. يعني مثلا أنا على سبيل المثال الإمام الشافعي بيقول إن الكلب نجس، وإنه بعض الرأس هي الواجبة في الوضوء، صح؟ الإمام مالك بيقول إيه؟ الكلب طاهر ووجب مسح كل الرأس،
ما ينفعش أقول بقى كده أقوم ماسك الكلب اللي عندنا وأقوم مسح عليه مع رطوبة يعني أحد الجسمين وأمسح بعض الرأس وأدخل أصلي. هاخد من شافعي برأي سيدنا الإمام مالك في أن الكلب ليس بنجس، وآخذ برأي سيدنا الإمام الشافعي بأنه يكفي مسح بعض الرأس وأدخل وأصلي. وده ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن الإمام الشافعي إذا رآني قال لي صلاتك باطلة. ليه يا سيدنا الإمام الشافعي؟ قال لأنك أنت تنجست بنجاسة كلبية ولم تغسلها 7 مرات. قلت له طب ده أنا مسحت بعض الرأس. قال لي صح، ولكن كان واجب عليك أن أنت في الحالة دي تغسل ما أصابك من الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب. والإمام مالك يقول لي صلاتك باطلة. أقول له يا مولانا ما أنت بتقول الكلب غير ناجس. يقول لي ما أنت ما مسحتش كل الرأس. شفت بقى، يبقى يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب بشرط ألا يوقع في حالة يتفق الإمام المنتقل إليه والإمام المنتقل منه على بطلان تلك الفعلة. زي المثال اللي احنا ضربناه، قال وشرط تقليد مذهب الغير ألا يكون هذا التقليد موقعا في أمر يجتمع على إبطاله. الإمام الذي كان على مذهبه، الإمام الذي كان على مذهبه اللي هو إمام مين؟ الإمام الشافعي. والإمام الذي انتقلت إليه وهو الإمام مين؟ الإمام مالك. فمن قلد مالكيا مثلا، ضرب لك مثال تاني هو لطيف، في عدم النقض باللمس الخالي عن الشهوة، فلا بد أن يدلك يده ويمسح جميع رأسه. ما تلفقش بقى، انت رحت وقلدت سيدنا الإمام مالك بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إذا لم يكن بشهوة، صح؟ قال لي صح. قال له ينبغي عليك بقى رقم 1 ان حضرتك تمسح كل الرأس، رقم 2 ان حضرتك تدلك المواطن يعني التي فيها التواءات وغير المواطن اللي فيها التواءات، لان التدليك عنده بعض من ابعاد الوضوء. ما تقولش والله لا انا هاخد برأي سيدنا الامام مالك على سبيل المثال في أن لمس المرأة لا ينقضه إلا إذا كان بشهوة، وهاخد من سيدنا الإمام الشافعي إن التدليك سنة، وهاخد من سيدنا الإمام الشافعي أنه يكتفى بمسح بعض الرأس. الإمام الشافعي لو شافك صليت الصلاة المترتبة على هذا وذاك هيقول إيه؟ هيقول لك باطل. والإمام الشافعي يقول لك إيه؟ يقول لك باطل. عايز تنتقل، انتقل بصورة لا يجتمع فيها الإمام المنتقل إليه والإمام المنتقل منه على بطلان تلك الصورة. واضحة؟ وموافقة، طيب ما أنتم بتقولوا يعني إن المقلد لا يجوز له أن المجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدا، لكن عندنا من الوقائع ما تدل على أن المجتهد قد قلد بالفعل مجتهد آخر. قلنا له إيه؟ قال إمامنا الشافعي وهو مجتهد بلا يعني خلاف وبلا شك قلد زيد بن ثابت في الفرائض وعمل بما ذهب إليه زيد بن ثابت. قلنا له ليس هذا تقليد، وإنما وافق الاجتهاد الاجتهاد.
قال وموافقة إمامنا الشافعي لزيد بن ثابت. شو بيقول لي إمامنا؟ لأنه هو شافعي. لزيد بن ثابت في الفرائض، الفرائض اللي هي المواريث، وسميت فرائض لأنها مقدرات، الذي قدرها هو الله سبحانه وتعالى، ليست تقليدا، يعني ليست من قبيل الأخذ بما ذهب إليه زيد بن ثابت من غير النظر في دليل زيد بن ثابت، بل وافق اجتهاد الشافعي اجتهاد سيدنا الصحابي الجليل زيد بن ثابت. طب ويعني سيدنا الإمام الشافعي لماذا كان أميل لزيد بن ثابت؟ قال لأن زيد كان أقرب إلى القياس، أقرب إلى قواعد الشريعة في استنباطاته في علم الفرائض، ولأنه لم يهجر له قول في الفرائض اتفاقا، يعني كل أقواله معمول بها عند الأئمة بخلاف غيره من الصحابة، فبعض آرائهم في الميراث لا يعمل بها عند بعض المذاهب، يعني غير موافقة. ولخبر أحمد والنسائي وابن ماجة أو ماجة في اللغتين والبيهقي أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت. فإمامنا الشافعي كان يستأنس ويستصحب قول زيد بن ثابت. وأما التقليد في أصول الدين، أي في مسائل الاعتقاد كحدوث العالم ووجود الباري سبحانه وتعالى وما يجب لله تعالى وما يمتنع عليه والجائز في حق ربنا سبحانه وتعالى وما يجب للأنبياء وما يجوز عليهم وما يمتنع في حقهم، فالتقليد في هذا فيه أقوال، أرجحها أي أرجح هذه الأقوال. قال وبه قال الجمهور، يعني جمهور المتكلمين، قالوا بأنه يمتنع التقليد في أصول الدين، بل يجب النظر. يبقى بل هنا بيقولوا عنها ايه؟ بيقولوا عنها بل إبطالية. لا دي هنا انتقالية مش إبطالية، لأنها لو كانت إبطالية كانت تبطل المنع وتخليه جواز. يبقى بل هنا انتقالية، انتقلت من المنع إلى وجوب النظر، يعني وجوب النظر المعروف، يعني أنك تنظر في المخلوقات وتتوصل من خلالها إلى الخالق، لأنه طريق للمعرفة الواجبة، يعني النظر طريق للمعرفة الواجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المعرفة واجبة والنظر لا تحصل المعرفة إلا بالنظر، وما لا يتم الواجب هو المعرفة إلا به وهو النظر، فهو واجب. يبقى النظر واجب، يبقى النظر اللي هو إيه؟ اللي هو التأمل في المخلوقات حتى تنتقل منها إلى الخالق، لأن المطلوب فيه اليقين، لأن المطلوب في هذا العلم هو الجزم والقطع بقلبك بما تعتقده، ولا يحصل ذلك إلا بالنظر. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم يعني إيه؟ يعني يجب عليك أن تحصل العلم واليقين بطرفي الشهادتين، وقد علم صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وعلم أحسن علم، ولم يعلم في المخلوقات أحد مثل علم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ليس هناك مخلوق يتحقق بأوامر الله مثل تحقق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأوامر ربه. وقد علم صلى الله عليه وآله وسلم ذلك،
وقال تعالى للناس واتبعوه لعلكم تهتدون. ده النبي عالم، ربنا قال له فاعلم، يبقى أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عالم. طب وما الدليل في حقنا؟ أننا أمرنا باتباعه، واتبعوه لعلكم تهتدون، أي اهتدوا. فالأمر للوجوب، فوجب النظر، لأن التقليد لا يوصل إلى العلم. لما تأخذ برأي زميلك لن يكون مثل ما إذا نظرت بنفسك وتأملت وانتقلت من المخلوقات إلى الخالق. ويقاس هذا، بيقول لك فاعلم أنه لا إله إلا الله، هي العقائد لا إله إلا الله بس؟ لا، ده العقائد أوسع من هذا، ولكن الأمر كان فيه لا إله إلا الله وغيره مثله حيث لا فرق. ويقاس غير الوحدانية عليها، أي على الوحدانية. وفي التنزيل ذمه، أي ذم التقليد، وتقبيحه، وتشنيع على من يأخذ بالتقليد. وفي التنزيل ذمه في الأصول، يعني في العقائد مش في الفروع، الأصول يخرج بها الايه؟ الفروع. قال حكاية عن الكفار، بقوله حكاية عن الكفار، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة، على جهل، وإنا على آثارهم، على هذه الطريقة لا مقتدون. والحث، ربنا ذم هذا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ستجد بعد ذلك سياق الآيات يذم من يفعل هذا. قال والحث عليه في الفروع، يعني ورد ذمه في الأصول، وورد الحث عليه أي على التقليد في الفروع بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والفرق أن الأصول يمكن الوصول إلى البرهان فيها وإلى الدليل بخلاف الفروع، لأن الأصول أدلتها ظاهرة، تبص في الكون، انت محتاج بقى ان حد يبص لك، انت محتاج ان حد يعني تسترشد به في النظر الى تلك المخلوقات. واما في الفروع فالأدلة دقيقة وتحتاج الى ادوات والى علوم والى لغة. وثانيها، اي ثاني المذاهب، الجواز يعني انه يجوز التقليد فيها. وحكي عن العنبري وغيره، طب يا عم عنبري انت لماذا قلت بهذا؟ قال اكتفاء بالعقد الجازم، العقد اللي هي العقيدة الجازمة، اكتفاء بانه قد يحصل من التقليد يعني جزم قلبي، عقيدة جازمة ابقى جازم بها جوا نفسي. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتفي بالإيمان، في الإيمان من الأعراب، يعني كان اللي بيجيله من الأعراب كان يكتفي بإيمانه، ولا يقول له اذهب وانظر في الأدلة على الطريقة الفلانية أو على الشكل الفلاني أو على الوضع الفلاني، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالإيمان من الأعراب وليسوا أهلا للنظر. هم الأعراب دول أهل النظر؟ ده ولا يعرفوا أي حاجة، ده كان بيجي الراجل منهم حتى ما يعرفش اسمه إيه. يعني الدليل إن هم بدائيين جدا وليسوا أهلا للنظر، ينظروا النظر الكلامي ويرتب الأدلة ثم بعد ذلك يخرج من الأدلة بمقدمة، ده كلام مين؟ ده كلام القول الثاني. وليسوا أهلا للنظر، يعني ليسوا صالحين ولا مؤهلين للنظر. بالتلفظ
كان يكتفي في الإيمان من الأعراب وليس أهلا للنظر بالتلفظ. كان لما يجي له حد ما بيقولوش روح انظر وبعد ما تنظر نبقى نشوف إيمانك، لا، ده كان يكتفي منه بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله. طيب إن شاء الله نختم الكتابة بإذن الله تعالى في المجلس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين.